السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، تلاميذي الأعزاء، تلاميذ سنة أولى ثانوي. رانا اليوم إن شاء الله في الصفحة 144، راح نحلو التمارين هذه الصفحة مع الشرح. نبدأ بالتمرين الأول على بركة الله. واش قال لك؟ these pictures، هنا قال لك ما عندناش صورة واحدة، عندنا زوج تصاور، عندنا التصويرة الأولى هذه والتصويرة الثانية هذه. دوك نشرحه. illustrate a magazine article، توضح ماجازين ارتيكل، توضح لنا واحد الارتيكل راهو جاي في واحد المجله. look at them، انظر اليهم. and circle the best answer in the box below، قال لك واختار لهم يعني الاجابه. هنا يختار عندنا مجموعه من الاخر، اختارنا الاجابات اللي توالم مع هذا الصور. روحوا شوفوا الصوره الاولى، عندنا هذه الطياره واش راهي دير. double trouble to chemical commonly sprayed on crops may trigger Parkinson disease. اوكي انا واش قال لك؟ قال لك هذه الطياره راهي تنشر لنا في الكيميكال، معناتها الادويه الكيميائيه. هي on شنو ايه يعني في المحاصيل في الاخر الزراعيه. may trigger Parkinson disease، هذا المرض اللي اسمه تايجر باركنسون، والله ماني عارفه واش اسمه باللغه العربيه. المهم هذو امراض اللي قادرين يصيبوا واش يقولوا may trigger Parkinson disease، ايه هذو الامراض تاع الاخر، امراض تاع المحاصيل. اوكي هنا راهم يديروهم، راهم يرشوا المهم في الادويه الكيميائيه، راهم يحطوا راهم ينشروا في الكيميائيات في المحاصيل الزراعيه. هنا واش قال لك؟ picture 1 it is a cartoon a painting a photo، انت راك رايح تخير الجواب الاول. اوكي انت راك تخير الجواب المناسب، عفوا ماشي الجواب الاول. رقم 2 هنا راكم تشوفوا، هنا شخص راهو هنا راكم تشوفوا، هذا تلفزيون بلاك راهم يديروا له راديو. هنا ان اكس راي، ان اكس راي معناتها رانا يديروا شغل، يديروا له سكانير. هنا واش راكم تشوفوا؟ داخل الرئتين تاعو سيارات المصانع. واش راهم يطلقوا السيارات والمصانع؟ راهم يطلقوا الغازات تاعهم. اوكي وهنا واش قال لك؟ واش اقترح لك في السؤال؟ عفوا ايه هنايا قال لك هنا picture is on the legs ولا on the head ولا on the legs. هنا واش قال لك؟ هذه الصوره اسكو راهي في الساقين، تصور لك في الساقين ولا راهي تصور لك؟ عفوا استناو سمحوا لي، هنايا قبل قال لك هنايا الصوره الثانيه هي عباره عن poster ولا a comic strip ولا اي كارتون. هيا هنايا واش رايكم؟ الصوره الاولى واش راهي؟ عباره عن كارتون رسوم متحركه ولا painting معناتها لوحه مرسومه باليد ولا فوتو؟ واش رايكم؟ ولا تصويره ماخوذه باباري فوتو؟ دوك نروحو نشوفو الاجابه تاعنا. هنايا picture number 2 الصوره رقم 2 راكم تشوفوا فيها، اسكو هذه الصوره عباره عن بوستر، هي عباره عن ملصقه ولا هي عباره كوميك ستريب معناتها قطاع فكاهي ولا هي عباره عن كرتون؟ نخليكم دقيقه تفكروا في الاجابه ودوك نعطيكم الاجابه الصحيحه. سو بالنسبه للصوره تاعنا راهي واضحه جدا، هي عباره عن فوتو، راهي ماخوذه بالاباري فوتو. والثانية هي ليست ملصقة وليست حاجة فكاهية، هي عبارة عن كرتون، كرتون حاجة تكون يعني مرسومة باليد. الآن نروحو للبي، هذا السؤال أي، نروحو للسؤال بي. سؤال بي وش يقولك؟ قالك هنايا the focus in، the focus معناتها التركيز على، هذه الصورة لما راهي تركز. picture 1 ان ايروبلين، اسكو راهي تركز لنا على الطياره والشكل تاع الطياره الى اخره ولا راهي
تركز لنا على بيستيسايد سبراي. بيستيسايد سبراي معناتها هذاك اللي يرش المبيدات، ولا راه تركز لنا على هذا فيل اللي هي هذه المحاصيل. ركز دوك نجاوبه. الصورة الثانية راهي تركز لنا على واش، على الساقين لينكس ولا الهاد على الرأس، ولا راهي تركز لنا على لينكس. سو الإجابة الأولى الصورة راهي تركز لنا على بيستيسايد سبراي معناتها مرش المبيدات أكيد، وهنايا راهي تركز لنا على لينكس الرئتين. أوكي نروحوا للسي. السي وش يقول لك؟ in the background في الخلفية تاع الصور وش كاين؟ there is an ocean كاين محيط، ولا field معناتها تاع المحاصيل الزراعية، ولا football pitch ولا استاد تاع الفوتبول. هنا وش رايكم؟ الإجابة الأولى راهي واضحة اللي هي B field. أوكي في الصورة رقم 2 وش قال لك؟ الخلفية تاعها وش تدل؟ الخلفية احنا في الصورة هذه الخلفية هي هذه، هذا هو الصح. cars and factories سيارات ومصانع، oil refineries معناتها وش يقولوا الاول هو البترول مصفي البترول ولا مصفي الزيت، ولا trees اشجار. هنا راهي واضحه اللي هي الاجابه اي سيارات ومصانع cars and factories. اوكي دي روحوا للدي. In the foreground الواجهة الأمامية للصورتين واش عندنا؟ الصورة رقم واحد stadium اللي هو عبارة عن ستاد، ولا an aeroplane طائرة، ولا a pesticide spray. هنا كي تحضر فيها هكذا واش تشوف الحاجة اللي تبان لك وشنو؟ طائرة. اوكي واضحة بالطائرة. هنا علاش خيرنا الطائرة aeroplane وما خيرناش هذيك pesticide spray؟ لانه ما روش حطمنا هذا المبيد ونوع المبيد الى اخره. سو الاجابه هي B. الصوره رقم 2 قال لك الواجهه تاعها شنو؟ a long x-ray a television screen ولا a theater stage. قال لك اسكو هنايا راهو يبين لك الصوره تاعنا راهي تبين لك بلي راهو يدير في الراديو ولا تلفزيون ولا واجهه تاع مسرح. الاجابه هي رقم ولا الاجابه هي اي لينج اكس واي. متفاهمين؟ هذه هي الاجابه تاع التمرين رقم 1. نروحوا الان للتمرين رقم 2 واش قال لك؟ قال لك سيركل ذا ايتم اي بي اور سي ذات بيست كومبليتس ذا فولوينغ. هنا عندنا جمله هذه راهي ماهيش مكمله، خيرنا واحده من اي ولا بي ولا سي اللي تكملها وتكون مناسبه معها. متفاهمين؟ قال لك the two pictures above الصورتين اللي راهم في الأعلى، الصورة هذه رقم واحد والصورة هذه رقم اثنين، هي illustrate وش راهم يوضحونا، وش راهم يوضحونا هذه الصورتين. the causes and consequences of pollution معناتها الأسباب وال الآثار تاع pollution تلوث، ولا the dangers of smoking ولا أخطار التدخين، ولا قالك progress in medicine and agriculture، ولا قالك راهو يبين لك التطور في الطب والزراعة. هنا وش رأيكم الإجابة الصحيحة؟ خموا فيها. الإجابة الصحيحة تاعنا راهي واضحة اللي هي تورينا أسباب وآثار التلوث اللي هي الإجابة A. يعني تكون الإجابة تاعنا like this: the two pictures above illustrate the causes and consequences of pollution. هذه هي الإجابة الصحيحة وهي الإجابة A. المهم أن لحقنا نهاية الفيديو، إن شاء الله تكونوا فهمتوا، إن شاء الله تكون أمورات واضحة. نتمنى أنكم ما تبخلوش علينا بلايك وتخلونا تعليق جميل، ونلتقي في فيديو آخر إن شاء الله.